بمحمد الروحي لفت الشرط عصام بن بو عبد الله. هذه محاولة كريم عيد محمد رفع الكرة محاولة خطيرة تدخل الدفاع. أصبح الآن الدفاع ديال فريق حسنية أكادير. تمريرة اتجاه لاعب ياسين الدبي. ياسين الدبي بكاري ماني كان فضية التسلل قدر أنه يرفع الكرة فرصة ممتازة. لاحظوا ياسين الذهبي رفع الكرة وبضربة من قصر للموسم الجديد.